أمير المؤمنين عليا ولي الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: الله لطيف بعباده صدق الله العلي العظيم. هناك حديث شريف لعل أكثركم لم تسمعوه من قبل، هذا الحديث الشريف لي تعليقتان عليه. طبعا قبل أن أقرأ لكم الحديث الشريف، حديث قصير لعله ساطر تقريبا، أوضح نقطة وهي واضحة طبعا، وهي أنه لا نريد، لا أنا لا غيري، أن نستخف والعياذ بالله تعالى بالذنوب، لا نريد أن نستصغر الخطأ، ولكن طبعا هذا واضح، الخطأ خطأ في أي وقت من أي شخص، الذنب فاجعة، أي ذنب من أي شخص في أي وقت، هذا واضح. ولكن اسمعوا إلى هذا الحديث الشريف. الحديث الشريف ذكروه في سياق الأحاديث الشريفة عن شهر رمضان عن الإمام أبي الحسن الرضا صلوات الله وسلامه عليه، عن آبائه الطاهرين صلوات الله عليه، عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: يوحي الله عز وجل إلى الحفظة الكرام البررة، ماذا يوحي؟ لا تكتبوا على عبدي وأمتي ضجرهم وعثرتهم بعد العصر. هذا الحديث لماذا؟ ما هو الوجه في ذلك؟ لعله من الوجوه أن الإنسان الصائم بعد العصر أواخر النهار
يضعف عنده التركيز إلى حد ما، كل بحسبه طبعا. الأمور التي هي عادية في أوقات ثانية في هذا الوقت لعلها تكون بشيء من الضعف. إلى حد ما نوعا ما يكون غير منتظم. ما هو تفسيره العلمي؟ هذا يرتبط بعلماء أهل هذا الفن. قلة الماء، قلة الطعام، لا أعلم. إجمالاً في هذا الوقت الإنسان يكون فيه شيء من الضعف إجمالاً. بسبب هذا الله عز وجل أمر الحفظة الكرام البررة أن لا يكتبوا. هنا تعليقتان. التعليق الأولى، حقا هذا لطف عجيب عظيم من الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل أولا ثانيا ثالثا رابعا عاشرا. أولا الله عز وجل ما كلف العباد أكثر وفوق ما يطيقون، وما كلفهم حتى بمقدار ما يطيقون، كلفهم دون ما يطيقون، أقل بكثير مما يطيقون. التكاليف الواجبات المحرمات هي أقل من طاقة الإنسان بكثير، طاقة الإنسان أكبر من هذا بكثير. هذا أولا، يعني الأمور التي كلف الله سبحانه وتعالى عباده ليست خارج عن قدرتهم ولا حتى بمقدار قدرتهم، أقل بكثير من قدراتهم. هذا أولا. ثانيا، هذه التكاليف هي من مصلحته عز وجل من مصلحتنا؟ الله عز وجل ما عنده مصلحة في القضية، لا يستفيد. هي من مصلحتنا من صالحنا، يعني كلفنا بشيء هو يصلحنا لنا، النفع لنا أساسا. هذا ثانيا. ثالثا، مع كل ذلك العبد خرج من حدود العبودية، عصى والعياذ بالله تعالى. مولاك قنن قوانين كلها لك من صالحك، وهي قوانين تتمكن منها، مع ذلك خرج العبد عن حدوده. الله عز وجل جعل الملائكة لا تكتب عليه الذنب ساعة، تمهله لعله يتوب، ساعة، ساعتين، ثلاث ساعات، أربع ساعات، سبع ساعات الذنب لا يكتب على الإنسان لعله يتوب. الصفحة صفحته سجله لا يتوسخ بالذنب، يمهلونه سبع ساعات ما تب. بعض الكلمات الشديدة ولكن حقيقة، هذه شقاوة حقا أقول. الذي تمر عليه سبع ساعات من ارتكاب الذنب ولا يتوب، بعده لم يندم، والمفروض أصلا لا يرتكب ذنبا، إذا ارتكب المفروض أنه فورا يندم. ما تب، مضت عليه سبع ساعات ولم يتب، الذنب يكتب. هنا تأتي أبواب واسعة عظيمة، أبواب وليس بابا، إحداها باب التوبة. الله عز وجل فتح هذا الباب على مصراعيه. متى ما تاب، كم هذا عظيم، كم هذا اللطف كبير، أصلا خارج عن قدرة عقل الإنسان، لا حتى قدرة وهم الإنسان. أي لطف هذا،
أي مولى هكذا يعامل عبيده؟ وهذا باب من الأبواب لمحو الذنوب. التوبة باب، البعض يتصور فقط باب التوبة عندنا، لا، عندنا أبواب إحداها باب التوبة. مع كل هذا اللطف يأتي هكذا أحاديث شريفة. الله أكبر، أي لطف عظيم هذا. يضعف المؤمن شيئا ما لا تكتب عليه. من عنده هكذا رب؟ إلهي أنت نعم الرب. هذا الرب والله عز وجل كيف ينبغي أن نتعامل مع أوامره ونواهيه بهكذا لطف؟ شخص عادي صديقي عاملني بلطف، عاملني بكرم، على الأقل أحاول أن لا أخالف طلباته مني على الأقل أمامه، أليس كذلك؟ إلا أن أضطر. إذا اضطررت أخالف طلباته بإحراج، أكون محرجا عندما أخالف طلباته، ماذا صنع؟ عنده لطف بي، أليس كذلك؟ تذكروا الآن أحدا عنده لطف كبير بكم، كبير بين الناس، كبير. هكذا شخص، هكذا صديق لا نخالفه، لا نخالف أوامره، لأنه عنده شيء من اللطف، وأساسا اللطف ليس منه، هو من قدرة الله سبحانه وتعالى التي أعطاها له. وعندنا مولى كل شيء منه، هكذا يعاملنا بلطف، مع ذلك ماذا أقول؟ أقول بعضنا ينسى لطف الله سبحانه وتعالى، يستضعف قدراته التي أعطاها الله سبحانه وتعالى له. التعليق الثاني، نتعلم من الله سبحانه وتعالى نتعامل مع الآخرين، مع المؤمنين بلطف. يا أخي، الله عز وجل يوجد لك عذرا في شيء أنت غير معذور. العثرة في أوامر الله سبحانه وتعالى لا عذر فيها، لا عذر. الله عز وجل يوجد عذرا لك، ليس عذرا واحدا، أعذار. هذه الرواية الشريفة من الأعذار، ليس لك عذر، يوجد عذرا لك. يا أخي، شخص أخطأ معي، صديقي، أي شخص، أي مؤمن أخطأ معي، ابحث له عن عذر، حاول أن تجد له عذرا. على الأقل عذر باحتمالات تحتمل. شخص آذاك بتصرف، بقول، بأي طريق، قل لعله عنده مشكلة مع أهله، حصل له احتقان في النفس، أفرغه علي، لا بأس. زوجتك آذتك، زوجك آذاك، قل هي متعبة، من الأولاد، من الأمور التي تحيط بها. صديقك نسي 40 سنة من الصداقة، تصرف تصرفا سيئا، قل إن شاء الله ما كان قاصد، لعله لا يعرف ما هو تبعات عمله،
لعل مقصوده شيء آخر ما تمكن أن يتجاهر بمقصوده. أحيانا نعمل أعمالا قصدنا شيء آخر، كل الإنسان كل البشر يعني. يا أخي ابحث له عن عذر، ما وجدت عذرا لنفرض أوجد، إن لم تجد له عذرا أوجد له عذرا، أنت اصنع. كلما بحثت فرضا ما وجدت له أي عذر حتى باحتمال، أنت أوجد، الله عز وجل أوجد عذرا في هذه الروايات الشريفة. هذه الروايات الشريفة بيّنت أن الله سبحانه وتعالى يوجد، يصنع عذر. يا أخي اصنع لأخيك عذرا. أخطاؤنا التي لا مبرر لها، وهي أخطاؤنا في أوامر الله سبحانه وتعالى ونواهيه، هذه الأخطاء لا عذر لها. الله في هكذا أخطاء أوجد، صنع لك عذرا. في خطأ شخص معي لا أجد عذرا أو لا أوجد عذرا، أصلا من البديهيات خطأ العبد مع العبد أقل من خطأ العبد مع مولاه، هذا بديهي واضح أليس كذلك؟ أخطاؤنا مع المولى، لا المولى العادي، لا مولى من البشر، مولى الموالي. أخطاؤنا مع مولى الموالي الله عز وجل يصنع لها عذرا. أنت لا تتمكن أن تصنع لأخيك عذرا؟ بصورة عامة أقول في كل ما يكون بين المؤمنين، مرة الظلم ظلم عام، لا لا تبرر للظالم أصلا، هذا خطأ. مرة قضية شخصية بيني وبين صاحبي، بيني وبين شخص أصلا ليس صاحبي من المؤمنين، ابحث له عن عذر. هذا الخطأ الصغير، ذاك الخطأ الكبير الله عز وجل أوجد عذرا لك. نقطة أخرى بعيدة عن هذه النقطة، السيد المرجع أدام الله ظله الشريف قبل أيام كانت له محاضرة خطبة لاستقبال شهر رمضان. في هذه الخطبة ذكر من جملة ما ذكر أن تهذيب النفس واجب عيني، يعني مثل الصلاة، كما أن الصلاة من الواجبات العينية، ليست واجبة على فئة إذا قاموا بهذا الواجب سقط الواجب عن الآخرين، لا واجب عيني على كل فرد فرد. تهذيب النفس واجب عيني. خلاص، أحد المؤمنين الطيبين جاءني قال لي أنا أعرف أن الطريق إلى تهذيب النفس هو الورع عن محارم الله سبحانه وتعالى، ولكن دلني على كتاب على شيء يفصل لي تفاصيل عن تهذيب النفس. هذا السؤال منه حقا أقول فرحني كثيرا، فرحت من هذا السؤال. لماذا؟ لأننا نحن نعاني من مشكلة كبيرة طبيعية. طبيعية يعني ماذا؟ يعني في أكثر البشر هذه المشكلة موجودة، وأقصد من أكثر البشر أكثر من 99% من البشر. ما هي هذه المشكلة؟ مشكلة الوفرة. عندما يكون الشخص عنده وفور في جانب، عادة إلا النادر عادة لا يعرف قيمة ذلك الشيء، تلك النعمة. شخص شاب محاط بمجموعة أثرياء عادة لا يعرف قيمة المال، شخص محاط بعلماء عادة لا يعرف قيمة العلم عادة، شخص محاط بأجواء صحية عادة لا يعرف قيمة الصحة، شخص محاط بقدرات شاب قوي
عادة لا يعرف قيمة القدرة والقوة. طبيعة البشر هذا. مشكلة الوفرة، مشكلة وفور النعمة. عندما النعمة تكون وافرة في جانب، عادة الشخص لا يعرف قيمة تلك النعمة. طبيعة البشر هذا، إلا القليل، إلا النادر أصلا. نحن نعاني من هذه المشكلة، عندنا وفور من نعم الله سبحانه وتعالى علينا، عندنا وفور في النصائح. الله أكبر، روايات أهل البيت، مئات لا آلاف لا عشرات الآلاف لا مئات الآلاف من النصائح، والنصائح في القمة. الآخرون يبحثون عن واحدة ثنتين لا يحصلون، قد لا يحصلون، ونحن عندنا عشرات الآلاف لا مئات الآلاف من النصائح. في أي مستوى؟ وفور. يعني أمة، عفوا أقول أمة مدلعة مدللة، عندها وفور. الوفور يجعل الشخص لا يهتم بهذه النعمة عادة. كم من المواعظ نسمعها، كم من المواعظ نقرأها، كم من المواعظ نراها. المواعظ الرائعة. هذا الوفور يجعلنا لا نهتم. هذا المؤمن سمع مرجع تقليده يقول له تهذيب النفس واجب عيني. توقف، فكر، هذه صفة حسنة جدا جدا. أنا هم أسمع، نسمع هذه المواعظ، نسمع هذه الأمور، نمر عليها مرور الكرام. لا، شيء واجب عيني، مثل الصلاة. كما أهتم بالصلاة، كما أهتم بمعرفة جوانب للصلاة، يلزم علي أن أهتم بهذا الواجب العيني الآخر أيضا. هذه الحالة حقا، هذا الدرس يعني منه لي، الإنسان عندما يمر على موعظة، صحيح هي كثيرة ولله الحمد، ولكن على الأقل أقول أحيانا نتوقف عند بعضها، نركز ولو قليلا، نقف عندها. وهذا الشهر، شهر رمضان، فرصة ذلك، فرصة كل خير. هذه من أهم الخيرات، أصل المواعظ. هذه الموعظة بالذات تهذيب النفس، تهذيب النفس من الواجبات العينية. سابقاً تحدثنا عنه بعض الشيء، ولي حديث مستقل إن شاء الله تعالى عن تهذيب النفس. أختم كلامي بحديث شريف. الحديث الشريف الكافي الشريف بسند صحيح عن جابر بن يزيد الجعفي عن الإمام أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لجابر بن عبد الله: يا جابر، هذا شهر رمضان. في شهر رمضان 5 أشياء ذكرها النبي صلى الله عليه وآله، ثم ذكر النتيجة: من صام نهاره وقام وردا من ليله، شيء من الليل، وعفى بطنه وفرجه وكف لسانه، ما هي النتيجة؟ خرج من ذنوبه كخروجه من الشهر. عندما يخرج من شهر رمضان يخرج هكذا من الذنوب، ينتهي. فقال جابر: يا رسول الله، ما أحسن هذا الحديث، كم هذا الحديث جميل، كم هذا الحديث حسن رائع، بالفعل رائع رائع. الإنسان يخرج من ذنوبه كخروجه من الشهر.
فقال جابر: يا رسول الله، ما أحسن هذا الحديث. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا جابر، وما أشد هذه الشروط؟ أخذ بريك، فيها صعوبة الشروط، نعم، خصوصا بالنسبة للشخص الذي تعود خلاف هذه الشروط. إخواني، تريد أن تصير رئيس بلد، رئيس جمهورية، أمير، ملك، أي شيء، كم من الصعوبات تتحملها حتى تصبح رئيس بلد؟ سنة، سنتين، 5 سنوات، 10 سنوات، كم تحتاج من الصعوبات؟ كم تتحمل من الصعوبات؟ هذه النتيجة المذكورة في هذه الرواية الشريفة أثمن من الدنيا وما فيها. الإنسان يخرج من كل ذنوبه كما يخرج الشخص من الشهر. هذا المثمن، هذه البضاعة الثمينة جدا، ثمنها فيه شيء من الصعوبة طبعا، والصعوبة ليست صعوبة بالغة، فيها من الصعوبة شيء. لا أتحمل هذه الصعوبة، وأنت تريد أن تحصل على هكذا مثمن. النبي بيّن حقيقة، فيها صعوبة. شخص تعود على أن يكون لسانه مطلقا، الآن يريد أن يكف لسانه، طبعا فيه صعوبة، في شهر رمضان يريد أن يضبط لسانه، تعود أن يأكل أي شيء، الآن يريد أن يضبط نفسه، تعود أن ينام، الآن يريد أن يقوم وردا من ليله، فيه صعوبة، ولكن صعوبة بالنسبة للأجر، بالنسبة للمثمن، هذا الثمن بالنسبة للمثمن لا شيء، الثمن لا شيء. الحمد لله الذي بلغنا شهر رمضان. شهر رمضان يمر بسرعة، تقريبا 10 شهر رمضان انتهى تقريبا، صحيح الأكثر باقي، ولكن 10 ذهب. ماذا استفدنا من هذا 10؟ تقريبا الله العالم. بقيت 19 من الشهر الكريم. الحمد لله الذي بلغنا شهر رمضان. اللهم ببركاتك، بلطفك، بكرمك، بفضلك، بسادة خلقك صلى الله عليهم، اجعل هذا الشهر شهرا خيرا لنا، اجعل هذا الشهر شهرا لطاعتك، شهرا لاجتناب معاصيك، شهرا للتقرب إليك. اللهم ارزقنا في هذا الشهر العافية، عافية الجسم والنفس والروح، عافية الدين والدنيا والآخرة، والشكر على العافية. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد.